صباح الخير صباح زميلي الخير. عمرو، والتحية أيضا لكل مشاهدي النيل للأخبار. عرس انتخابي جديد تثبت فيه مصر أنها تستطيع إنجاز كل الاستحقاقات الدستورية في أضيق الظروف وأصعب الظروف. بطبيعة الأحوال لازال صباح تأثيرات جائحة كورونا تسيطر على العالم بأثر وتعوق العديد من الأنشطة، إلا في مصر فالحياة تسير بمنتهى الطبيعية والسلاسة. اليوم نحن بصدد عرس انتخابي جديد لاختيار مطالب المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب سنة 2020. نحن الآن متواجدون في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمنطقة مصر الجديدة بحي شرق القاهرة، حيث شهدت هذه اللجنة منذ قليل إدلاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في هذه اللجنة ليكون أول المقترعين في هذا اليوم وهذا العرس الانتخابي في محافظات المرحلة الثانية في مجلس النواب سنة 2020. عمرو، في عجالة القاهرة تحظى بكتلة تصويتية تتجاوز 7.5 مليون صوت ممن يحق لهم الإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات تعتبر في 630 مركز انتخابي يحتوي على 1430 لجنة فرعية بها 19 لجنة عامة. في هذه الانتخابات في محافظة القاهرة يتفوق نحو 433 مرشحا، منهم 56 سيدة لحجز 31 مقعد بنظام الفردي، وأيضا هناك مرشحون بنظام القائمة يبلغ عددهم 100 مرشح يتسابقون أيضا للفوز ب 31 مقعد. في هذه اللجنة، لجنة الشهيد مصطفى يسري عميرة، تتكون عن فترة تصويتية الذين مقيدين بهذه اللجنة أكثر من 6200 صوت من الرجال والسيدات يدلون بأصواتهم في اللجنة التي تقع من خلفي مباشرة. في تمام الساعة 9:05 أدلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته كما أشرنا، ومن بعد صورته توافد عدد من المواطنين المقيدين في هذه المدرسة رجال وسيدات وفق إجراءات احترازية اتخذتها وأكدت عليها اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. تستطيع أن تشاهد من خلال هذه الصورة توافر كل أدوات التعقيم والتطهير اللازمة. لا يسمح بدخول هذه اللجنة إلا بعد ارتداء القناع الواقي وأيضا اتخاذ كافة الإجراءات من مطهرات ومعقبات. هناك مراقب صحي بكل لجنة من اللجان الانتخابية، هناك أيضا عربة إسعاف تتواجد في محيط اللجان العامة لحالة التدخل السريع. هناك أيضا عدد كبير من المراقبين الصحيين الذين يمرون بين الحين والآخر على هذه اللجان الواقعة في محافظة القاهرة، وأظن أن هذا هو النظام المتبع كما أكدت عليه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في كافة محافظات المرحلة الثانية. جولت منذ قليل في بعض المدارس المحيطة في حي شرق القاهرة، لاحظنا تشابه هذه الإجراءات سواء الإجراءات الاحترازية الصحية أو الإجراءات الإدارية. كل اللجان التي مررنا عليها فتحت أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا لتلقي واستقبال الناخبين. أيضا هناك تعزيزات من اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وتجهيزات سبقت انطلاق هذا الماراثون. هناك نحو 12,000 قاضي أساسي واحتياطي، هناك عدد كبير من الإداريين الذين يعاونون السادة القضاة، بلغ عددهم أكثر من 200,000 إداري وموظف يقوم بمعاونة هؤلاء السادة القضاة في إنجاز عملهم. هذا السباق الانتخابي الهام سوف يستمر كما نعلم على مدار اليوم وغدا، من بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، يتخلل اليوم فترة راحة من 3 عصرا وحتى 4 عصرا لاختيار العدد الذي أشرنا إليه في بداية هذه الخدمة. سباق انتخابي سوف يفرز مجلس للنواب يقوم بالاطلاع بمسؤولياته سواء التشريعية أو
الرقابية في هذه الفترة الهامة التي تمر بها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي أو على صعيد التشريعات الهامة التي تتطلبها الحياة الاجتماعية في مصر في هذه المرحلة. سوف نكون بطبيعة الأحوال في تواصل مستمر ومباشر من منطقة أو من مدرسة لجنة الشهيد مصطفى يسرى أميرة على مدار اليومين لإطلاع المشاهد الكريم أولا بأول على مجريات هذه العملية التصويتية الهامة في هذا السباق والماراثون الانتخابي الهام. إليك عمرو. شكرا جزيلا زميلي عراء رشوان، متواجد الآن في منطقة مصر الجديدة لمتابعة الجديد دائما حول مستجدات العملية الانتخابية في منطقة شرق القاهرة وبالتحديد في مصر الجديدة.